أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل موظف في المجال العسكري، وبعض الأحيان أستلم على بعض البوابات من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، ولا أستطيع الصلاة في الوقت، فما رأيكم في ذلك؟ تستطيع الصلاة في الوقت يا أخي، خلك على وضوء، وإذا جاءت الصلاة افرد سجادك في مكانك وحراسك وصل، صل وأنت في مكانك. نعم.